بعد كل الافطار يا مساء الخير. كم جميل ان نجتمع بعد طول هذا الغياب، كم جميل ان نعيد للذاكره خصبها وللروح ألقها وللماضي الساكن فينا نعمة الانبعاث من جديد. وأعترف يا سادة الكرام أنني ومنذ ما يقرب من 50 سنة أحب هذا الرجل. بس نزعت بالخمسين شاء ذلك أو أبى، رحلت ذلك أو أبيت، وكيف لا أحبه وزوادتنا المشتركة حافلة بالانكسارات والانتصارات، بالآمال والخيبات، بعشق التراب وطهر الفلاحين، وكيف لا أحبه وهو أنيس الوحشة ورفيق الدرب الطويل ونديم العمر الجميل، ما بين العباسية وزبقين بلدتين ما كانت للدروب أن تنقطع، وعلاماتنا الفارقة أبو شوقي بيو الله يرحمه وأم شوقي وأم الخضر والدتي وغيرهم عصية على الغياب. كل ما بيننا يا صاحبي عصي على الغياب. قد تكون السنوات العجاف الأخيرة فرقتنا قصرا، فباعدت بيننا بلدان وحروب وهمية، لكن القلب وما يهوى. وجودك اليوم بيننا يا صاحبي كما السحر الحلال، كما طلة الأحبة بعد ارتحال طال. ولا بد أنك تعلم يا صاحبي ما يعنيه المطر الصيفي، وما تحدثه الشتوة الأولى في التربة المنتظرة. إحساسي بك يا شوقي الآن هو هذا بالضبط. أتيت فأنعشت لقامتك السامقة، لطلتك البهية، لمعينك الشعري الذي لا ينضب، لمسيرتك المتوجة بالعز والإنجازات وانتصار الكلمة. كل التحايا والمحبة الخالصة منا جميعا ومن المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون الذي يسعى متلمسا خطوك في مسار الثقافة والإبداع. باسم المركز اسمح لي أن أقدم لك هذا الدرع. شكرا لحضوركم جميعا، شكرا.